الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أرحب بضيوفنا الكرام الذين لبوا النداء ولبوا الدعوة، فلهم منا كل الشكر والتقدير. كذلك نرحب بجميع من شرفنا بالحضور من أطباء وممرضين تقنيين إداريين وأعوان وجميع العاملين بالمستشفى، مرحبا بكم جميعا. كما قال الأخ عبد الحق، فهذه سنة اعتدت عليها جمعيتنا أن نكرم ونشرف متقاعدين. فهذا اليوم نرجو من الله عز وجل أن يكون يوم ليبقى خالد في الدين ديال المتقاعدين. حنا اليوم مش باش نقول لهم الوداع، ولكن كنقول لهم بأن جسر المحبة والتواصل غيبقى دائما مفتوح معكم. حنا اليوم كنقول لكم أن إذا غادرتوا الإدارة وغادرتوا المستشفى فهذا لا يعني أن الأعمال ديالكم انتهت، فهذا عندكم تغيرتوا من مكان إلى مكان آخر، ومازال المواطنين مازال بحاجة إلى الخدمات ديالكم. يعني أنا كنناشدكم أنه ما تقتصرش الخدمات ديالكم غير على الإدارة وعلى المستشفى، ولكن تبقى مستمر إلى أن يرد الله الأمر. يعني خاص الخدمات ديالكم المواطنين المغاربة كلهم في حاجة إليها، تبقاو سواء من خلال العمل الجمعوي أو لا من خلال التطوعي في المكان، يعني المواطنين المغاربة مازال محتاجينكم. فكنقول لكم هذا اليوم اعتراف بالخدمات ديالكم، هذا اليوم نود أن يكون عيدا نخلده كل سنة. فهذا اليوم نعبر فيه ونقدر الخدمات ديالكم اللي أديتوا داخل المستشفى، فكلكم نعتبركم أساتذة ديالنا إن شاء الله.